طبعا اليوم راح نبدي ان شاء الله نشرح انواع البكتيريا. اللي راح نبدي باول نوع هو الستافيلوكوكس. طبعا الستافيلوكوكس يعني راح هسه نتعرف عليها، هي راح تكون جرام بوزيتيف. فتعمدت انه خليت كل يعني اغلب الكتابات عندي بنفسجية يعني، والرسومات بنفسجية، حتى اسمي كتبته بالبنفسجي على مود نعرف انه هاي جرام بوزيتيف، والجرام بوزيتيف تاخذ الصبغة البنفسجية اللي هي البربل. تمام، فنبدي اول بداية راح نجي ناخذ يعني فد خواص هاي البكتيريا، او شنو تميزها، او يعني ميزات هاي البكتيريا. فاول ميزة لها انه هي تكون جرام بوزيتيف. جرام بوزيتيف يعني تكون خلية موجبة، وذكرنا بالفيديو المقدمة قلنا شنو الفرق بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، وشنو يحتوي يعني جذر الخلية مال الجرام بوزيتيف. وخليت له فد انيميشن بسيط يوضح يعني، شوف هاي العيون شلون مخليها هيك موجب، واللون البنفسجي، فيعني نقدر نتذكر انها جرام بوزيتيف. ستافيلوكوكس جرام بوزيتيف. الخاصية الثانية جرو كلاستر اوف جرابس، يعني شنو قصده؟ يعني تنمو من نجي نزرعها، راح تنمو راح على شكل يعني شلون تكورات او تجمعات تشبه العنب. وهم خليت لها فد صورة على مود تبقى ببالنا. الخاصية الثالثة هي نوموتايل. شنو يعني نوموتايل؟ نوموتايل يعني غير قابلة للحركة، يعني ما تتحرك. مثلا وهذا الشيء يعني يشمل جميع الكوكس، مثلا ستافيل كوكس، تريبتو كوكس، باسيلو كوكس، شوكو كوكس، هي راح تكون نوموتايل. يعني هنخلي فد معلومة ببالنا. يعني مثلا شنو يعني غير قابلة للحركة؟ يعني مثلا إذا أصابت الأصبع يعني ما تنتشر، يعني تتكاثر بنفس المكان هذا، يعني ما تتحرك بمجرى الدم أو هيك شيء. يعني الخاصية الرابعة ايروبيك اور فاكولتيتيف ان ايروبيك، يعني راح تكون تخضع للنقطة الرابعة اللي شرحناها بالملزمة الأولى، انه راح تكون يعني اختيارية، سواء انه موجود هواء او ما موجود فهي تتكاثر. وقلت لكم راح اخلي لكم فد علامات، هاي العلامة يعني انه هوائية، وهاي العلامة يعني تكون لا هوائية. فمن خلينا اثنين دا اقصد انه راح تكون فاكولتيتيف، هوائية هواء او لا هواء فهي تنمو عادي. الخاصية الخامسة راح تكون هاي البكتيريا إلها القدرة على إنتاج إنزيم اسمه الكاتالايز بوزيتيف. طبعا أكو بكتيريا يعني تقدر تنتج هذا شو اسمه الإنزيم، وأكو بكتيريا ما تقدر تنتج هذا الإنزيم. فبالتالي إحنا من عرفنا إنه هي تنتج هذا الإنزيم، طبعا أكو اختبارات يعني خلينا نعرفها، فمن نعرف إنه هاي هي تنتج هذا الإنزيم، فراح نقدر بسهولة نصنفها، لا مثل نقدر عاد نقدر نصنف البكتيريا إنه هاي تفرز هاي ما تفرز، ونقدر نقسمها على الأساس. وهم خليت له فد صورة نقدر نتذكرها من خلالها، إنه هاي البزونة كاتالايز بوزيتيف. تمام، حد هنا أنا. أوكي، بعدين راح نجي ناخذ الموست كومون ستاف كيسينج ديزيز. راح نجي ناخذ أنواع الستاف اللي هن ثلاث انواع مهمه، اللي هن نبدي باول وحده الستاف فيلوكوكس ايرياس. ستافيلوكوكس ايرياس هاي طبعا اكثر انواع البكتيريا تكون مستوى الضراوه، تكون يعني كلش بها انفكشنات وتسبب مشاكل، هي الستاف ستافيلوكوكس ايرياس. النوع الثاني هو الستافيلوكوكس ايبيديرمايدس. ايبيديرمايدس شنو هاي الستافيل؟ هاي راح من اسمها راح يكون تاثيرها على الجلد، يعني تاثر على الجلد وتسبب لنا مشاكل بيه. هاي راح تكون مستوى الضراوه مالتها اقل من الايرياس. والنوعيه الثالثه اللي هي ستافيلوكوكس سيبروفيتكس. سيبروفيتكس هاي النوعيه راح تكون يعني باغلب الاحيان هي تكون نورمال فلورا، يعني راح تكون بالعكس يعني مضاره انما نافعه، او راح تكون انتهازيه. شلون يعني انتهازيه؟ يعني ذكرتكم بالفيديوهات السابقة انه تنتظر انه تقلل المناعة مال الجسم، فهي يلا تبدي تشتغل، فهذا يعني ما تسبب لنا ذيك الضرر، يعني اقلهم ضراوة. بعدين راح نجي نقطة مهمة، انه الستافيلوكوكس لها قدرة تنتج انزيم اسمه كواغلايز. كواغلايز طيب، هذا الانزيم كواغلايز يعني راح احنا مو قلنا عندنا الستافيلوكوكس ايريو ستافيلوكوكس ابيديرمايتس، طفت الكهرباء بس يلا ما لها علاقه. ستافيلوكوكس ايريو ستافيلوكوكس ابيديرمايتس، فمن تجي بالارياس راح من تفرز هذا الكواغلايز، هذا الانزيم ايش راح يسوي؟ راح يسوي جدار داير ما يدور الخليه. واحنا قلنا انه الخاصيه البوزيتيف والنيجاتيف يعني راح تحددها هو الجدار، فهي من دا تجي تسوي كواغلايز، يعني هذا الانزيم من دا يسوي جدار راح ينطي للايريس، ينطي خاصيه البوزيتيف. بينما بال
ستافيلو ابيديرمايتس راح نعطيه خاصيه النيجاتيف، فهو هذا انزيم كوغلايز. يعني فهسه اذا نريد نعرف انزيم كوغلايز شو يسوي، راح نقول انه راح يسوي لنا جدار يحيط بالخليه البكتيريه، بالايريس راح يكون بوزيتيف، وبالابيديرمايتس راح يكون نيجاتيف. هسه المورفولوجي اند ستراكشر، الشكل والتركيب. شكل يعني عرفنا انه هي راح من نجي نزرعها راح تسوينا على شكل كلاستر، يعني عرفنا كلاستر انه يعني التجمع شلون هذا عنقود العنب. وبالزراعة بالكلتشر، من راح نجي نزرعها بالكلتشر؟ اول شيء نقدر نزرعها بماني تايب اوف ميديا، يعني اكثر من نوع، ما راح نقدر يعني مو شرط يعني فد نوع، يعني نوع خاص من الميديا. بس ايش دا يقول لنا هنا سبيشالي بلاد، يعني يعني اكثر شيء راح نستخدمه او اللي راح يعني يفيدنا اكثر شيء هو البلاد اجار. يعني شرحنا على البلاد اجار، شرحنا هاي الهيمولوسيس اللي تصير وغيرها وغيرها. هذا ايضا ايش راح يسوي لنا بالزراعه؟ راح نلاحظ انه هذا راح يسوي لنا فرمنتينج المن للكربوهيدرات، راح يسوي لنا يعني شلون نقولها، راح يسوي لنا تخمير للكربوهيدرات. يعني لاحظ يعني من نزرع هاي الستافي وكوكوس ايريوس راح تسوي لنا فرمتة للكربوهيدرات، يعني تخمير. تمام. طبعا هسه وين جينا؟ ستافيل كوكس ديزيز، الامراض اللي راح تسبب لنا اياها هاي الستافيل كوكس ديزيز، العفو ستافيل كوكس، شنو هاي شو ناسيها، اكيوت 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 هسه نكمل وين وصلنا. ستافيلوكوكس ديزيز، اول شيء راح يتميز هذا الديزيز، يعني اللي راح تسبب هاي انه راح يكون اكيوت، اكيوت يعني حاد، يعني يسبب يعني مبين فتلة صار طفح جلد، راح يكون يعني كلش حاد، وراح يكون اكرسيف يعني عدائي او هيك شيء. طبعا ما قدرت اربط هذا، يعني ما اعرف شلون ربط هالكلمتين هي الدكتورة. وراح يكون بينفول لامب ان ذا سكين، يعني راح يكون مؤلم وجوده بالسكن، ومثل ما تشوفون يعني خصوصا هاي الحبة اللي تصير بوجه ابنه، يعني مو بس مؤلم انما حتى مؤلم مشاعريا يعني. وما راح يختصر الموضوع بس على السكن، راح ايضا اللانج بالاورجان، عندنا اللانج والكدني والبون. هسه ماتين راح نتطرق لهم اللي قدام، اللي هو هسه انتجين ستراكشر. طبعا اهم شيء بالانتيجين ستراكشر، يقصد بي انتيجينك ستراكشر يعني الجدار الخارجي وشون قدرته على التحمل، يعني من يعني الريزيستنس مال الخلية البكتيرية. فهو اهم شيء موجود عندنا بالجدار هو البيبتايدو جلايكان، طبعا وذكرته بالفيديو السابق وشون قال البيبتايدو جلايكان وشنو وضعه. وعندنا التكويك اسيد وعندنا بروتين اي، طبعا ذني اهم 3 عناصر موجودة عندنا تنطينا ريزيستنس خليه. وهاي في الصورة التوضيحية توضح بيها البروتين اي اللي هو اي هذا، وعندنا بعد شنو البيبتايدو جلايجان اللي هو هاي الطبقة يعني داير ما يدور، والبروتين البروتين اللي ذكرناه بهذا الجلايجان تيكويك اسيد اللي هو نفسه بولي سكرايز اللي هو اي هذا. تمام، هاي بس صورة توضيحية حتى يبقى مبنى ذني 3 اللي هو بيبتايدو جلايجان تيكويك اسيد وبروتين اي. هسه راح نجي ناخذ الانزيمات اللي تفرزها هاي الخلية البكتيرية، وسبق وذكرنا 2 من الانزيمات، وراح نرجع ونعيد ونذكرهن اللي هن الكوأجلايز. طبعا اكفد ملاحظة نسيت اذكرها، اللي هي من نجي على اي كلمة بنهايتها اي اس اي، هاي ده يقصد بها انزيم كوأجلايز كاتالايز، وبعد انزيمات يعني اكثر واكثر. فهو اي كلمة تنتهي بالاي اس اي ده يقصد بيها هذا هنا انزيم.
فعندنا اول شيء كوغلايز، وعرفنا ان الكوغلايز هذا راح يسوي لنا فد طبقه دائره يدور الخليه البكتيريه، وبعد عندنا الكاتالايز، وهم ماتين خليت الصوره نفسها مال البزونه اللي هي الكات، وبعد شنو عندي؟ وعندي لايبيز هاي هماتين انزيم الوظيفه مالته من اسمه ليبيد لايب، هذا راح ماتي راح يحطم شنو؟ حطم الدهون، فخليت قدامي شنو؟ بطل زيت يعني الدهن حتى ماتين قبضنا. وبعد شنو عندي؟ البيتا لاكتمايز. طبعا اللي شاف الشرح او اللي شرحت على الانتيبيوتيك راح يعرف شنو هذا البيتا لاكتام، وهم ماتين الصراحه احكي عليه بشكل مبسط. البنسلين العادي او البنسلين المصنع اكو بي اواصر كيميائيه، هاي الاواصر الكيميائيه شو اسمها؟ بيتا لاكتام. بيتا لاكتام هاي الاواصر الموجوده بالبنسلين. طيب ها زين، شنو البيتا لاكتامايز؟ البيتا لاكتامايز هو انزيم تفرز البكتيريا، حتى من يجي هذا البنسلين، مو قلنا البنسلين بيتا لاكتام، هذا البيتا لاكتامايز اللي تفرز الخليه البكتيريه راح يحطم البيتا شنو؟ بيتا لاكتام الموجود بالبنسلين، بالتالي يعني راح يحبط يعني راح يحبط يعني شلون محاوله الهجوم مع البنسلين، فبالتالي راح هو راح يعتبر من ضمن انزيمات الريزيستنس للخليه البكتيريه. اتوقع يعني وصلت الفكره. وبعد شنو عندنا؟ انزيم ثالث الخامس العفو، البروتينايز. البروتينايز هو هماتين بروتين من اسمه بروتين ايز، يعني البروتين شو اسمه انزيم يحطم البروتين او يهضم البروتين يعني بهالكيفيه هاي. هسه عندنا التوكسين. طبعا ذكرنا هسه قبل شوي ذكرنا الانزيم، هسه نذكر التوكسين. طبعا فكره يعني حتى نقدر نربط، التوكسين راح تستخدم البكتيريا للهجوم، بينما الانزيم راح تستخدم البكتيريا للدفاع، مثل ما ذكرنا انه اكثر الانزيمات راح تستخدمها بالجدار الخليه، والتوكسين هسه راح نعرف شلون راح تستخدمها وين تستخدمها. عندنا اول شيء الانترو توكسينز. الانترو توكسينز الانترو طبعا يقصد بها الامعاء، ويعني توكسينز تسمم بالامعاء، راح يعني هذا اول توكسين راح يسبب تسمم بالامعاء. التوكسين الثاني توكسين شوك سيندروم، توكسيك شوك سيندروم توكسين اللي هو تي اس اس تي، وهسه راح نجي نعرف هذا شنو وش يسوي. وبعد شنو عندي؟ الهيمولوسين توكسين. هيمولوسين توكسين من اسمه هيمولوسين، هيمو يعني دم، لايسين توكسين يعني هذا دم، راح يعني العفو توكسين راح يسبب عندي مشاكل بالدم يعني تحطيم بالدم، وهسه راح نجي نعرف شنو هو. طبعا نرجع للانتروتوكسين. الانتروتوكسين راح يسوي عندي فود بويزنينج، من اسمه انترو امعاء، فبالتالي يعني طعام. زين الكيفيه مال التسمم شلون راح تصير؟ هسه راح اقول لكم شلون راح تصير الكيفيه. عندنا فد مركب او ماده اسمها سوبر انتيجين. هاي السوبر انتيجين شنو هي السوبر انتيجين؟ السوبر انتيجين عباره عن فد ماده سميه. ايش راح تسوي هاي الماده؟ من تجي من اسمها سوبر، من راح تجي شو تسوي؟ شكو خليه تي سيل، نعرف ان التي سيل هن خلايا شنو؟ هن خلايا دفاعيه، راح تجي تفعل هاي الخلايا بشكل غير منتظم، يعني الخلايا اذا يتفعل من تصير يعني فد مشكله مناعيه فيتفعل. طيب هي راح تجي هاي تسوي يعني تفعيل كل الخلايا التي سيل، فبالتالي يعني راح شلون تسوي تسمم او هيك شيء يعني. فهي هاي اللعبه اللي تلعبها السوبر انتيجين، فباعوا السوبر انتيجين. ايش راح تسوي؟ راح تسوي نيرون ريسبترز، راح تاثر لي بالنيرون ريسبترز مال شنو؟ مال الجي اي تي، فبالتالي وين تروح؟ على الفومتنج سنتر ان ذا براين، بالتالي راح يصير عندي تقيؤ. يعني اول شيء راح تاثر لي بالنيرون ريسبترز على مود تفعل شنو؟ تفعل التي سيل اللي موجوده بالجي اي تي، ابر جي اي تي، طبعا جي اي تي تراك اللي هو الجهاز الهضمي، هذا راح ياثر لي وين؟ على الفومتنج سنتر ان ذا براين اللي هو المركز اللي يسبب عندي تقيؤ، يعني يبدي العادين يبدي الشخص يتقيأ. هي شغله السوبر انتيجين. طبعا التوكسيك، هسه راح نجي على التوكسيك الثاني اللي هو توكسيك شوك سيندروم توكسين اللي هو تي اس اس تي.
هذا نفس على نفس المبدأ يشتغل، همتين السوبر انتيجين، وراح يكون تأثيره وين؟ راح يكون تأثيره على الاندوثيليا سيل. راح يكون تأثيره السوبر انتيجين راح يكون تأثيره على الاندوثيليا سيل. الاندوثيليا سيل هي الخلايا الداخلية، بالتالي راح يسوي عندي يعني مثل الخلايا الداخلية مال شنو؟ مال الشعيرات الدموية، فبالتالي راح يسوي عندي هايبوتنشن. هايبوتنشن هو انخفاض بالضغط، وش يسوي عندي؟ يسوي عندي شوك، الشوك من الصدمات يعني الجلطات، وراح يسوي عندي دياريا. دياريا تعرفوها شنو يعني دياريا؟ فهو هذا التوكسيك شوك سيندروم توكسين. وبعد شنو هسه عندي؟ هيمولايسين توكسين. هيمولايسين توكسين، هيمولايسين توكسين هذا توكسين هذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي عندي الالفا هيمولاسين والبيتا هيمولاسين. نعرف الالفا هيمولاسين يعني تحطيم الدم بشكل جزئي، يعني ما راح يتحطم الدم، يعني مثل من يجي على كرات الدم ما راح يحطم بشكل كامل، راح يحطم بشكل جزئي. والبيتا هيمولاسين هذا راح يسوي تحطيم، راح ياكل كريات الدم الحمر بشكل كامل. هذني هن التوكسينات اللي موجودة عندنا. بعد واحد ايه اللي هو البانتو فالاتاين ليكو سايدين اللي هو البي في ال. طبعا هذا التوكسين عندنا فد شيء مهم كلش، هي البكتيريا مال يعني فد ملاحظة يعني كلش مهم هذا التوكسين. هذا منو تفرزه؟ تفرزه هي نفس ستافيلو ايريس، بس شنو هو هاي ستافيلو ايريس اللي تفرز هذا التوكسين؟ هاي شو يسمونها؟ يسمونها الام ار اس اي. الام ار اس اي هاي شنو؟ هاي خليه وين تكون اكثر تواجدها؟ هي ما تين ستافيلو كوكس ايريس، بس شنو راح هاي موجوده بالمستشفيات. وتتميز البكتيريا الموجوده بالمستشفيات انه لها ريزيستنس كلش قوي. ليش؟ لان هي بالمستشفى يعني لان مرت عليها كل انواع الانتيبيوتيك، يعني فاللي تبقى من عندها ما تموت، راح يكون عندها ريزيستنس ضد جميع انواع تقريبا الانتيبيوتيك. فهو هذا تفرز هذا السم. طبعا اسمها كوميونيتي اكورد ميثاسيلين ريزيستنس ستافيلو كوكس ايريس، يعني راح تكون ريزيستنس للميثاسيلين اللي هو نوع من انواع البنسلين. يسموها سي اي، اختصارها سي اي ميرس ام ار اس اي، اللي هي خلينا نقول نسميها ميرسا. يعني هاي بكتيريا كلش لها عندها ريزيستنس قوي، ويكون شو اسمه مالتها يعني تأثيرها كلش لها ضرر كلش كبير، سبب اضرار كلش كبيرة. الاضرار اللي تسويها هي شو تسوي؟ تسوي كول وايت بي سي، تقتل عندي خلايا المناعية، خلايا كريات الدم البيض. هو هذا شغلها، وهذا شكلها. شوفوا شلون قاله خوف. هسه شنو عندي؟ الباثوجينوسيس. الباثوجينوسيس طبعا خل اخذ رستي شوي، طقيت راح طق مرارتي. هسه نرجع نكمل وين وصلنا. هسه للباثوجينوسيس، شنو يقصد بيها الباثوجينوسيس؟ يقصد بيها يعني ايش راح تسوي هاي الخلية البكتيريا بالضبط، يعني ايش راح تسبب لي من ضرر بالأعضاء أو ضرر بالمكان اللي راح تجي بيه. أول شي ستافيلوكوكس involved in many skin infection، راح تسبب لي عدة انفكشنات بالسكن، اللي هن من عندهن أول وحدة اللي هو الأكين اللي هو حب الشباب، طلوة هذا يعني كارثة. والثاني راح تسوي لي البايوديرما. البايوديرما اللي هو الطفح الجلدي، وراح تسوي عندي الامبيتاجو. الامبيتاجو هما شلون الحصف يصير بالجلد. هاي اول شيء الانفكشنات اللي تصير عندي بالسكن. بعدين وين راح اسوي لي الكواغلايز كانديلي مايجريشن اوف فيجوسايت. الكواغلايز اللي يعني هذا الانزيم اللي قلنا راح يسوي في الطبقة الخارجية للبكتيريا، هذا شو يسوي؟ هذا يسوي لي كانديلي مايجريشن اوف باثو فيجوسايت، يعني راح يسوي لي تأخير بحركة الفيجوسايت. يعني مثلا انا عندي فد انفكشن مكان معين، هي راح تسد الطريق عليها، راح تسوي تجلطات او هيج يعني فيج فد شي، فراح تأخر يعني وصول الفيجوسايت للمكان اللي تريد تشتغل ليه او مكان الانفكشن. طيب التأثير اللي بعده، الاورجانيزم may spread via the lymphatic and blood stream، يعني ممكن انه تتحرك هاي
الكائنات المجهرية عن طريق الليمفاتيك والبلود ستريم إذا هي موجودة داخل يعني المجرى الدموي أو المجرى الليمفاوي. In osteomyelitis, نقول staphylo areas فيها growth and typically in terminal blood vessels. طيب مو قلنا هي راحت يعني شلون تصيب عدة أعضاء اللي هن الكدني والرئة وقلنا العظم، فهي من تصيب العظم طبعا، هذا أوستيو يعني يقصد به العظم، والمايولي يقصد به نخاع العظم. فمن راح تصيب العظم وين راح تصيب بالضبط؟ ايش راح يعني وين راح يكون ضررها بالضبط بالتحديد يعني؟ فذا يقول لك typically in terminal blood vessels، يعني راح يكون بالblood vessels الجانبية اللي مو قلنا بالعظم، يعني اكو فد هاي قنوات هافرس راح تمر بها فد vessels، فهو راح يكون يعني هناك يسبب عندي مشاكل يعني. شوف شو يسوي، ستروك يعني تجلطات او فد شي سدن، بالتالي راح يسوي عندي ينخر العظم او يخيسه يعني هيك. بعد شنو عندي؟ ستافيلو اريوس ماي كيس شنو عندي؟ ها النيمونيا، مو قلنا راح يصيب الرئة، فبالتالي يسوي بيها عندي نيمونيا مينينجايتس اللي هو التهاب السحايا. طبعا ها من يصير ضرر بالسكول الجمجمة راح يسوي عندي هذا الالتهاب. اندو كارديايتس اللي هو راح يسبب عندي انفكشن وين؟ بغشاء القلب، بواحدة من طبقات مال القلب. clinical findings شنو يقصد بيها clinical findings؟ يقصد بيها هسه من راح نجي على البيشنت بالمستشفى او هو بشوف وين على السرير، ايش راح نجي يعني ايش راح نلقى فد اعراض او شنو راح يظهر على هذا المريض يخلينا نعرف انه البكتيريا اللي مصاب بها هي الستافيلو كوكوس ايريوس. اول شيء راح نجي عليه راح نلقى الهير فوليكل انفكشن، راح نلقى الشعر مالته يعني ذني صاير بين فد انفكشن، يعني هذا المكان مثل شعرين نلقاها ملتهبة. شايف هذا مكان البصيلة مال الشعر شلون تلتهب؟ فمن نجي نلقى اول شيء راح نلقى هير فوليكل انفكشن، وبعد شنو عندي وراها؟ wound infection. طبعا ال wound infection يعني هاي عدوى الجرح، اذا مثل انجرح يعني الشخص ينجرح يعني من فد مكان منطقة معينة من قريبة من العظم، يعني اذا كانت اكو بكتيريا قريبة راح تنتقل من الجرح، وين تروح؟ تروح للعظم مباشرة، تسبب عندي هذا الالتهاب مال العظم الاوستيو مايلوتايتس، بالتالي راح يسوي عندي هذا الالتهاب بالعظم. فمن نجي نلقى العظم صاير بيه التهاب او مجروح وصاير هيك يعني فد جراحة، راح نعرف انه هاي البكتيريا هي الستافيلو ايريس. والمنجايتس اللي هي التهاب السحايا، اذا صار عندي فد كسر بالجمجمة او ضربة قوية بالجمجمة وصار عندي جرح، فنتوقع انه السبب راح يكون بكتيريا الستافيلو، يعني من نلقى فد التهاب السحايا واكو جرح قريب فراح نعرف انه البكتيريا هي الستافيلو كوكس ايريس. بعد شنو عندي؟ disseminated اللي هو البكتيريو بكتيريو ريما بكتيريو ريما العدوى التلوث الدم بالبكتيريا. والاندوكاردياتيس هم ذكرناه قبل شوي، وذكرنا همتين التهاب السحايا، والبولمناري انفكشن هم ذكرناه قبل شوي هنا اللي هو اللي راح يسبب عندي النيمونيا نفسه. والفود بوزنينج، الفود بوزنينج اللي هو تسمم الغذاء، هذا راح يسبب الانتروتوكسين اللي همتين ذكرناه. طبعا اعراضه تبين امتى؟ تبين يعني من التسمم يعني خلال ساعة الى 8 ساعات تبين الاعراض يعني مال التسمم. وعندي توكسيك شوك سيندروم، شلون نعرف انه صاب بالتوكسيك شوك سيندروم؟ راح نلقى الهاي فيفر يعني درجة الحرارة يعني مرتفعة درجة الحرارة كلش، وعندك البومتينج اللي هو التقيؤ والدياريا الاسهال، والهايبتنشن اللي هو انخفاض بالضغط، فراح نعرف انه عنده توكسيك شوك سيندروم اللي هي سببها تسببها شنو؟ الستافيلوكوكس ايريوس.
هسه التريتمنت، التريتمنت العلاج شلون راح نقدر نعالج هاي البكتيريا الستافيلوكوكس ايريس. طبعا الستافيلوكوكس ايريس العاديه مو الميرسا، قلنا الميرسا شنو هي الامارس اي، هاي راح تكون من المستشفيات اللي مر عليه جميع انواع الانتيبايوتيكات فمسوي ريزيستنس، هاي يعني راح يكون علاجها غير شيء. فالبكتيريا العاديه الستافيلوكوكس ايريس العاديه نقدر نعالجها بالبنسلين جي تايب جي، ونقدر ايضا نعالجها بالميثسيلين والنفوسيلين والاوكسيسيلين، هذا اللي نقدر نعالج به البكتيريا العاديه. بينما الميرسا لا، الميرسا راح نعالجها بالفانكومايوسين وايضا السيفرولين، اما نقدر نعالج بها اللي هو اسمه الثاني سيفالوسبورين، يعني نقدر نعالج يعني شلون نقدر يعني نقضي على الميرسا اللي هي البكتيريا اللي تنوب الموجوده بالمستشفيات اللي يكون الريزيستنس مالته كلش قوي. لهنا ينتهي الفيديو. طبعا الملزمه موجوده، بس شنو يعني بس بعد عندي اضافه اضيف لها فد ام سي كيو بالاخير واسئله اسي. فاللي يريد ملزمة احتمال انزل منشور انه انا اطبع انطباعة وعلى العدد اللي يريد اقدر اجيبهن يعني، وان شاء الله اهتمتوا على الشرح وفاتكم الشرح وبالتوفيق، وهالمرة اللابتوب ما خلص شحن، هذا احسن شيء يعني.